استاذ يعني يعني بدي اللي بابا كثير جدا يسمعوك وكذا كده كندهم ولا يعني كده يسمع يعني السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني لما زي ما قلت في أكثر من لقاء أنا أسعد كثيرا بالحديث عن النوبة والثقافة النوبية والتراث النوبي، وأسعد كثيرا جدا لما يبقى الحديث عن النوبة والثقافة النوبية والتراث النوبي للنوبيين وأنتم المحتفى بهم مش أنا، لأني إذا كنت أنا بأبحث في التراث النوبي وأحاول أعمل حاجة في تسجيل وتسويق التسجيل وتوثيق هذا التراث فأنتم حملتوا هذا التراث، انتوا اللي شايلين التراث ده في جنباتكم وانتوا اللي هتصونوه وانتوا اللي هتسجلوه وانتوا اللي هتوثقوه. يمكن الكلام ده بعيد شوية عن الشباب لأنهم ما عاشوش أو ما عايشوش هذا التراث، ولكن بالإمكانيات المتاحة في إيد الشباب النهاردة احنا بنأمل في إن الشباب يسخر هذه الإمكانيات في تسجيل هذا التراث. إزاي؟ إحنا تعبانين النهاردة في جمع هذا التراث لأن تراثنا النوبي كله شفاهي، ما فيش حاجة منها مدونة ما فيش حاجة منها مسجلة، فإحنا بنحاول نجمع هذا التراث من أفواه المعمرين، والمعمرين للأسف بينقضوا والوقت مش في صالحنا. النهارده وسائل التسجيل والتوثيق متاح في ايدي الشباب، ممثل في الكمبيوتر وامكانيات الكمبيوتر، فاي حد يقدر يصل الى اي معلومه من مفردات التراث النوبي والثقافه النوبيه ما يكلفش نفسه الا انه يفتح اي سايت ويسجل فيه هذه المعلومه، غيره هيقراها وهيزيد عليها او هيعلق عليها، وهي بتدقق تلقائيا وبتسجل تلقائيا وبتبقى معلومه متاحه لاي باحث تلقائيا. ده في ايد الشباب وببساطه شديده جدا، يعني لان الكمبيوتر طبعا النهارده ما خلاش اي حاجه مستحيله، كل حاجه بتبقى متاحه. احنا اللي بنعمله ان احنا بنبحث عن هذا التراث من افواه المعمرين بقدر الامكان ونحاول نوثقه، وبنستفيد او بنحاول نستفيد من الطرح اللي موجود النهاردة عن اسم النوبة في كل المجالات. يمكن حضراتكم أو معظمكم قريتم مؤخرا في المصري اليوم يمكن من 4 أيام أو 5 أيام وزير الموارد المائية بيتكلم عن مشكلة الموارد المائية ومشكلة مصر مع دول المنبع، وبيقول إن النوبة هي الوصل اللي هتحل لنا المشكلة دي لأن معظم الدول الأفريقية أصولها نوبية. قال الكلام ده بالنص في الجورنان، حتى تطرق إلى حجاج أردول وطرحه وقال إن حجاج أردول يعتبر أوباما النوبي. الكلام ده نشر في جريدة المصري اليوم. بالإضافة إلى هذا النهارده متاح قدامنا إن احنا نقدر نستغل أو نستفيد، بلاش نستغل نستفيد من هذه الإمكانيات. احنا شغالين فعلا من خلال كذا جهة، أولها مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري في القرية الذكية، وبيننا وبينهم أو بين النادي النوبي وبين المركز بروتوكول تعاون لتوثيق التراث النوبي إلى جانب التراث المصري اللي هم شغالين فيه، وأنا شغال برضو مع إخوة زملاء آخرين في المركز كمستشار للتراث النوبي أو الجانب النوبي من التراث. بالإضافة إلى هذا إن من خلال الدراسات اللي بنعملها في أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية
بيحتضن هذه الدراسات وبيدعو كل الشباب النوبي وبيقبل. الأول كان دراسات عليا بس، من سنة أو سنتين فتحوا الدراسة المرحلة الجامعية، وبيشجع وبيناشد الشباب النوبي إنهم ييجوا يسجلوا في هذا المعهد ويجيبوا مفردات التراث النوبي عشان نقدر نوثقه ونسجله تسجيل أكاديمي للأجيال اللي جاي بعدنا. هذا المعهد بيقبل الثانوية العامة والدبلومات، ومن مجموعه 60 و65، والتقديم في أغسطس اللي جاي. وهذه دعوة للشباب، أنتوا أو أصدقائكم أو أي حد تنشروا الكلام ده بينهم، أي حد عايز يجي يسجل في المعهد أنا بكون موجود برضو هناك من أغسطس، وكل التسهيلات اللي عايز يسجل في هذا المعهد. إحنا كل مهمتنا زي ما قال الأستاذ فكري. مكانه فين؟ مكان المعهد؟ مكان المعهد في شارع الهرم خلف قاعة سيد درويش، شارع خاتم المرسلين خلف قاعة سيد درويش، أكاديمية الفنون من ضمنها المعهد العالي للفنون الشعبية. زي ما قال الأستاذ فكري إن إحنا مهمتنا بس إن إحنا نقدر نعمل حاجة نجمع هذا التراث ونوثقه، مش عشان نعمل بيه حاجة، لا، عشان نقدر نسيب حاجة للأجيال اللي بعدينا إذا هيعملوا حاجة يبنوا عليها. شكرا شكرا وشكرا لكم.